كيف تشهد النتائج العملية للكتاب المقدس؟ أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، برحب فيكم في اسم الرب يسوع المسيح. رح نواصل دراستنا في صحة الكتاب المقدس وعصمة الكتاب، وهذا ثالث أسبوع أو ثالث أربعاء على القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية، وبشكر الرب من أجل كل ردود الفعل الإيجابية. واضح أن الناس فعلا تؤمن بصحة وعصمة الكتاب المقدس، وكمان في نفس الوقت في كتير من اللي بيهاجموا فكرة صحة الكتاب المقدس، ولكن مثل ما سمعنا من قبل دع الأسد يدافع عن نفسه. فإذا إخوتي وأخواتي رح نواصل في هذه الحلقة عن النتائج العملية للكتاب المقدس. رح نتكلم عن شهادة الشهود للإنجيل المقدس، ورح نذكر بعض هذه الشهادات، وطبعا إيه الفوائد والبركات العملية اللي ممكن نستفيد منها من خلال كلمة الرب. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أهلا أحبائنا مشاهدينا، مرة تانية رح نتكلم في هذه الحلقة تكملة للحلقات اللي مضت، كيف تشهد النتائج العملية للكتاب المقدس، ومين ممكن يكون أفضل من القس رضا عدلي، أخ عزيز ولذيذ محبوب وموهوب. على فكرة أنا بقتبس كلماته، لكن طبعا القسيس رضا أشهر من أن يعرف، فهو معروف لدى الكثيرين، وكان واحد من الأشياء الجميلة لما كان بيخدم في راديو مونتو كارلو أو موناكو، كان يعني كان بيخدم في موضوع الكتاب المقدس أو عبر الكتاب المقدس، وهذا طبعا بيعطيه الأهلية والكفاءة أنه يتكلم عن هذا الموضوع، عدا عن خبرة السنين الطويلة في خدمة الرب، ومشهود له من الأحباء في مصر، وبشكر الله من أجله لأنه هو شخص بركة إلي أنا شخصيا، وأكيد أنتوا لمستوا أنه هو بركة كبيرة للعديد من المشاهدين وبتشوفوه على القنوات الفضائية بشكل مستمر. أهلا وسهلا قسيس رضا، أنت معنا على الهواء، تفضل. شكرا أسيس نزار لهذا التقديم، كثر ألف خيرك. أنا أرجو أن أكون هذا الإنسان الذي تحدثت عنه، وأنت عارف أن إحنا كل يوم بنتغير لصورة المسيح، وعايشين عشان نخدمه ونكرمه وبنعظمه وبنعليه. بصلي من أجل ليكن نور، بصلي من أجل نور لجميع الأمم، بصلي من أجل حضرتك الأسيس نزار شاهين كشخص بايونير في مجال الميديا المسيحية، وبالذات في الكريستيان أركيولوجي أو في الحفريات اللي هي واحدة من ضمن الأدلة اللي بتتكلم وهي صامتة، لكن الحجارة بتشهد حتى إذا كان البشر ما شاهدوش. وأنا بصلي من كل القلب أن ربنا يساعدك أنك أنت تقدم لنا برنامج أكاديمي علمي عن الكريستيان أركيولوجي، عن الحفريات التي تثبت صحة الكتاب المقدس. شكرا كتير قسيس رضا. طبعا الموضوع مثل ما سمعت كيف تشهد النتائج العملية للكتاب المقدس، وأنا ذكرت في المقدمة أنه رح نتكلم عن شهادة الشهود، شهود العيان،
وطبعا اكيد رح نختم بالفوائد والبركات العمليه اللي بنستفيد منه من كلمه الرب في هذه الايام. لكن اسمح لي في الاول اقتباس انت اقتبسته، طبعا هو اقتباس يعني بحسب الدراسات المخطوطات والاقتباسات من الكنيسه الاولى والاباء الاولين. ذكرت قسيس انه ممكن نجمع كل الكتاب المقدس مع 11 آية فقط من الاقتباسات، وإنه المجامع الكنسية هي مش على أساس إنه تقر يعني صحة أو عصمة الكتاب، ولكن هي لتدافع عن الهرطقات اللي كانت منتشرة، لأنه كان متعارف في تلك الأيام من خلال شهادة الشهود إنه كلمة الله كانت منتشرة وكانت معروفة. ويكفي أن نقول الاقتباس إنه كل الكتاب ما عدا 11 آية. تفضل معك قسيس رضا. شكرا قسيس نزار. إحنا بيقول أحد العلماء اللي عمل دراسة في هذا الموضوع إنه لو في القرن الثالث أحرق كل نسخ الكتاب المقدس، هل ممكن نحصل على الكتاب المقدس مرة ثانية؟ على العهد الجديد مرة تانية. وحضرتك مشكورا ذكرت النتيجة اللي وصل إليها هذا العالم، هو إن إحنا عندنا الكتاب المقدس كله ما عدا 11 آية. وبالفعل إحنا عندنا زي ما ذكرنا قبل كده سيد نزار في الحلقات السابقة، وأنا أرجو إن المشاهدين والمشاهدات اللي يحب يرجع للحلقات السابقة على صفحة البرنامج نور لجميع الأمم وبرنامج ليكن نور، احنا عندنا زخم، نحن لم نحرق النسخ او المخطوطات القديمه. عندنا 24633 نسخه قديمه من البرديات اللي بتشهد اللي فيها اجزاء من العهد الجديد. عندنا 5000 نسخه كامله للعهد الجديد. عندنا اقتباسات الاباء 36280 اقتباس غنى. يا سلام، اشكرك يا رب من كل القلب. بالإضافة إلى الترجمات القديمة لحد القرن الخامس، عندنا 9000 نسخة من الترجمات القديمة حتى القرن الخامس. طبعا عايز أرفع رأسي فوق وأنا فخور بالكتاب المقدس وأقول إنه أقدم كتاب ترجم من لغة إلى لغة بالكامل هو العهد القديم اللي ترجم سنة 250 قبل الميلاد من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية اللي كانت متداولة في ذلك الوقت. اللي حابب أقوله يا أسيس نزار إن النهاردة ترجمات الكتاب المقدس بتغطي أكثر من 95% من سكان العالم. عندنا أكثر من 2200 لغة ولهجة لأجزاء من الكتاب المقدس أو العهد الجديد كله أو أجزاء أو كل الكتاب المقدس. امتياز يا أسيس نزار أن كتابنا يكون بهذه الصورة. أول كتاب يتحط على سطح القمر، أرمسترونج حط نسخة بالمايكروفيلم على سطح القمر وصنع العشاء الرباني وقرأ مزمور 8 أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض. امتياز يعني امتياز. وفعلا قسيس كمان بأكد على الكلمات من الحلقة اللي مضت عن الشهادة العلمية للكتاب البرهان القانوني، وذكرت عن يعني أنا لسه الأوراق عندي، ذكرت عن المستندات وشهادة الشهود والأدلة. طبعا اليوم رح نتكلم عن شهادة الشهود، لكن فعلا احنا بنرفع راسنا لأنه لا يوجد كتاب تحت الشمس فيه الأدلة وفيه يعني كتر وزخم الأدلة والمخطوطات مثل الكتاب المقدس. وفعلا هذا إن دل على شيء بدل أن الله ساهر على كلمته ليجريها ولا تبديل لكلمات الرب. فالله هو المسيطر والمهيمن، والله له السيادة والقدرة الكاملة، وهو يقدر أن يحفظ كتابه أيضا. لكن اليوم قسيس وإحنا طبعا نتواصل ذكرت لي إنه حلو نختم بهاي الحلقة كيف تشهد النتائج العملية
للكتاب المقدس. قبل ما تجاوب على هذا السؤال، إيه اللي عاوز توصلنا ياته خلال هذه الحلقة؟ أنا ذكرت شهادة الشهود والنتائج العملية، لكن إيه على قلبك اللي بتحب نشارك حتى فعلا نخوض في هذا الموضوع؟ أنا حابب نحن نغطي النقطتين دول يا أسيس نزار، لكن حابب أني أقول أنا نفسي أن ما يكونش الكتاب المقدس مجرد نسبة صحته أو عصمته أو بقاء كما هو، أو أنه لم يحرف على الإطلاق، وأن أي حد يقول أنه حرف أن يورينا النسخة الأصلية فين، ولا فين التحريف، ولا إمتى اتحرف، ولا مين اللي حرفه. لكن أنا نفسي نحن نختبر كلمة ربنا. آمين. نختبر آمين. كلمة ربنا زي ما بيقول المرنم في مزمور، يقول خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. أنا بصلي من كل القلب إن الكلمة دي مش بس نثبت صحتها وعصمتها وإن مصدرها هو الله وبقائها كما هي، لكن تكون كمان مغيرة لحياة الناس. آمين. كمان مكتوب فتح كلامك ينير يعقل الجهال، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، شريعتك مزمور جعلتني. مزمور 119 الآية 105 والآية 130. 100%. شريعتك جعلتني أحكم من كل أعدائي لأني بوصاياك أتفطن. أسيس، كيف تشهد النتائج العملية للكتاب المقدس؟ أوكي، إحنا أرجو نحن يكون لنا فرصة كمان نتكلم عن شهادة الشهود يا أسيس نزار. أكيد أكيد. على اعتبار أنه ده تكملة للبرهان القانوني اللي تكلمنا عليه قبل كده، لكن حابب أن أنا أتكلم عن أنه النتائج العملية تشهد للكتاب المقدس. لو أني أنا ماسك سيف ولي في عدو وبيقول لي السيف ده مالوش لازمة ومالوش تأثير، يمكن لو جرحت بيه أي حاجة أو خدشت بيه أي حاجة يمكن يبان تأثيره فيعرف الحكاية دي. عشان كده احنا بنقول، وانا نفسي ان احنا الجمل دي ترسخ في اذهاننا، ان عصمة الكتاب في ان ما يقوله حتما سيفعله سواء قبلناه او رفضناه. مرة تانية بكرر العبارة، انه عصمة الكتاب المقدس تجعلنا وتؤكد، وهذا ما حدث، ان ما قاله فعله سواء صدقه الناس او لم يصدقوه. فعصمة الكتاب المقدس زي ما بنقول dynamical not logical. عصمة الكتاب المقدس إنه ما تنبأ عنه، ما وعد به، لابد أن يتممه سواء فهمناه أو لم نفهمه. كلمة الله تحمل قوتها فيها وتأثيرها فيها، عشان كده بنقول not by argument but what it does. Not by logic but by power. ليس بالمنطق. يمكن المعجزات أكيد خارج نطاق المنطق، خارج نطاق العقل البشري والوحي، وكلمة الله كذلك، لكنها تفعل، وبالتالي بتؤكد أن ما تقوله صحيح وأن مصدره هو الله، حتى كنا مش قادرين نوزنه لأنه بالفعل بيحدث. أنا بفتكر كلمات الكتاب في سفر العدد أصحاح 23 الآية 19، وهو بيقول هذه الكلمات، ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم، هل يقول ويتكلم أو يعد ولا يفي. الله لما قال في سفر التكوين قال الله 10 مرات، يقول الكتاب قال الله، وما قاله في سفر التكوين عن الخليقة كان قال الله مثلا ليكن نور فكان نور. الفكرة مش فكرة أدلة ذهنية أو منطقية، لكنها عملية. الله حكم على العالم بالطوفان وصنع نوح الفلك، مش الفكرة فكرة نظرية ربنا قال ولا لا، لكن النهاردة الطوفان العالمي من خلال الحفريات الموجودة في أعالي الجبال بتؤكد وبتثبت بالفعل ما حدث. الضربات 10 اللي حصلت في أرض مصر، خروج شعب إسرائيل من أرض مصر، ده حدث تاريخي، حدث تاريخي، وبالتالي مجيئهم في مصر حدث تاريخي موثق تاريخيا. شعب إسرائيل ظل في مصر حوالي 400 سنة، والرب أخرجهم، تاريخ. وما قالوا الرب عن أنه سيخرجهم أخرجهم إلى أرض كنعان،
إلي نلاقي في سفر الملوك الأول قال للأخاب الملك لا يكون مطر ولا طل إلا عند قولي. يمكن ده كلام لا يبدو غريب للملك أخاب، إزاي يعني السماء بطل مطر؟ وبالفعل حدث 3 سنين و6 أشهر في الكتاب المقدس دليله فيما يفعله فيما يصنعه. رجل الله إليشع قال صحيح السامرة محاصرة، صحيح الجيوش من كل ناحية، صحيح احنا عندنا مجاعة، لكن يقول لنا في ملوك الأول 17 كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص. بيقول الكلام ده وبالفعل فعل. أسيس نزار الكلام اللي يبدو عجيب جدا اللي قاله إيليا لما أخاب قتل نابوت اليزرعيلي ورمى بثته، يقول لنا الكتاب الكلام في ملوك الأول 21 في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس دمك أنت يا أخاب، في ملوك الأول 21. نقول ده شيء صعب حدث أخاب. بس للتعريف قسيس، أخاب كان ملك شرير، كان ملك على إسرائيل المنطقة الشمالية، كان أشر ملوك إسرائيل، هذا اللي كان بيكلمه النبي إيليا. بالضبط، وهو اللي جاء القصاص عليه لأنه افترى وبالتالي جاء القصاص عليه. إليشع يقول غدا في الملوك الثاني الأصحاح السابع، غدا تكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلتا الشعير بشاقل في باب السامرة. والرب بالفعل أزعج الأراميين اللي محيطين بالمحلة وتركوا خيامهم، وأصبح كلام الرب حقيقي. من أعجب الأمور اللي بنشوفها التمثال اللي شافه نبوخذنصر في دانيال أصحاح 2، اللي رأسه من ذهب وصدره وذراعاه من فضة وبطنه فخذاء من نحاس ورجلاه سقام من حديد وقدماه بعضها حديد والبعض خزف. والتمثال في حجر قطع بغير يدين في دانيال أصحاح 2، ودانيال شرح والشرح موجود في الكتاب المقدس. الرأس اللي من ذهب ده أنت أيها الملك ملك بابل، والصدر دي واليدين دي مملكة مادي وفارس، والبطن دي المملكة اليونانية، والفخذين والرجلين دول المملكة الرومانية اللي هتنقسم. وحط الشرح بصورة واضحة بصورة جميلة. واللي أنا عايز أقوله إنه اللي قاله دانيال حجر مقطوع بغير يدين ودمر التمثال كله، ضربوا على رجليه فتحطم التمثال كله، وده اللي حصل. شخص الرب يسوع أتى وساد بسلامه على هذه الممالك كلها. بالفعل أنا بذكر اليد اللي ظهرت على مكلس الحائط لبايل شسر اللي بتقول منا تقيلو وفرسينو، واللي دانيال فسرها وكانت نهاية ملك حكم بايل شسر اللي تنبأ به قبل كده العديد من الأنبياء. فالحقيقة إن الكتاب المقدس مش حكاية منطق، أنا مش بقول إن إحنا نحط دماغتنا ما نستخدمهاش، لكن هناك شيء العقل يزنه، ولكن الكتاب المقدس فوق العقل، هناك ما فوق العقل، المعجزات فوق العقل، الوحي فوق العقل. وماذا أقول عن نبوات الكتاب المقدس عن شخص الرب يسوع، وعن النبوات بأنه سوف يأتي شخص الرب يسوع، وماذا أقول عن نبوات شخص الرب يسوع نفسه عن أنه ذاهب إلى أورشليم لكي يحاكم ويجلد ويحكم عليه بالصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم شهادة الرب يسوع عن نفسه. ده شيء رائع جدا. فالكتاب المقدس ليس كتاب نكسبها بالجدل وبالحوار، ده شيء ممكن، لكن بما يفعله الكتاب المقدس بالفعل في حياة الكثيرين وفي حياتنا احنا كمان شخصيا. يعني الكتاب المقدس ده شهادته عن نفسه.
أكيد كسيس، كمان عاوز بس إضافة بعد إذنك، إنه لأنه ذكرت العقل والمنطق، إنه مش كل شيء لا نستطيع أن ندركه أو نفهمه معناته مناقض للعقل. فكتير أمور في الحياة مش فاهمينها، الكواكب مش فاهمين بالضبط، أعماق البحار، الإنسان نفسه، كيف جسد الإنسان، ولكن ليس مناقض للعقل، يمكن فوق العقل ولكن مش مناقض للعقل. وإذا تكلمنا عن المنطق، هذا المنطق مقدم على طبق الإيمان، فبضل في عنصر الإيمان، لأنه اللي عاوز يشكك أو عاوز يرفض رح يرفض ورايح يشكك، فما هياش عملية ربح جدل، لأنه حقيقة ثابتة لا تتغير. والكتاب يقول أما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. بس حبيت يعني الفكرة إنه حتى يعني دائما نتكلم عن المنطق، ولكن هذا المنطق هو على طبق الإيمان، مش مناقض للعقل أو ما فهمناه معناته إنه ضد العقل. هذا اللي عاوزت بس أضيفه. تفضل قسيس. تسمح لي أسيس نزار تعقيبا للعبارة الجميلة اللي حضرتك قلتها. أنا حابب أدعم هذه العبارة بكلام كاتب الرسالة للعبرانيين في أصحاح 11 لما يقول بالإيمان نفهم. بمعنى بعض أحيانا أنا لسه جاي كنت ببدي محاضرة في إحدى كليات اللاهوت، بقول لهم الإيمان هو العينات بتاعتنا اللي بنقول في مصر هي النظارة، وأنا بقول العدسات. لما نغير أنا ممكن العدسات دي ما تورينيش ولا حاجة خالص، لو إنها نظارة مغبشة أو مش مضبوطة قوة الزجاج النظارة، ما أشوفش حاجة خالص، ممكن أشوف حاجة مغبشة، أشوف الناس كأشجار يمشون زي ما بيقول الكتاب. لكن النظارة بتاعتنا هي الإيمان، هي الإيمان. بالإيمان نفهم مثلا أن العالمين قد أتقنت بكلمة الله. بدون هذا الإيمان هنفضل نقول في نظريات بقى النشوء والارتقاء، وربنا استخدم النشوء والارتقاء ولا لا، وترى هل هي المواد اشتغلت لوحدها بالصدفة وبالحرارة وإلى آخره. لا 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 لا، احنا انا بقول النهارده لكل واحد فينا غير عويناته، بمعنى غير نظاراتك. لما تلبس نظارة الإيمان، لما الرب يدي لك نظارة الإيمان، تستطيع أن ترى الأمور بصدق، فتدرك أن الكتاب المقدس ليس المقصود منه أن احنا نفضل نجادل في بعض. ممكن طبعا كتير ننفتح إلى الحوار وإلى آخره، لكن قوة الكتاب المقدس ليست جدلية لكنها فعلية على الواقع. الرب يسوع قال الهيكل هيخرب، لا يمضي هذا الجيل حتى يحبس، وبالفعل هذا ما حدث في على يد تيتوس الروماني في عام 70 ميلادية. هو اللي قال أنا رايح عشان خاطر أحاكم وأموت وفي اليوم الثالث أقوم، وبالفعل حدث. هو اللي وعد بإرسال الروح القدس، وفعلا قام الرب يسوع حي وأرسل الروح القدس. حابب أقول عناوين بس يا أسيس نزار في الموضوع ده. هو اللي قال قوم وامشي، هو اللي قال للبحر الهائج واسكت ابكم، هو اللي قال للعاذر هل هم خارجا. التلاميذ أمضوا الليل كله ما اصطادوش سمكة واحدة وهم صيادين في الحتة بتاعتهم، يقول لهم ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا. هو اللي شفى العمد والبرص، هو اللي شفى المفلوك، هو اللي بارك الخمس سمكات وخبز وسمكتين وأشبع الآلاف. أسيس احنا الكلمة دليل على أسمة الكلمة. أكيد رح ناخذ فاصل لأنه رح نتكلم عن شهادة الشهود، وفي نفس الوقت يمكن في تلفون عم برن عندك إذا بتحطه على سايلنت كمان، رح نستكمل حديث بعد هذا الفاصل. Thank you.
أهلا أحبائنا مشاهدينا، كيف تشهد النتائج العملية للكتاب المقدس؟ معنا ضيف الحلقة واحد منا وفينا القس رضا عدلي وعم بشاركنا في الموضوع. أهلا وسهلا قسيس رضا. في هاي المرحلة حابين نتكلم عن شهادة الشهود. طبعا راح أعطيك المجال تتكلم أكثر في هذا الموضوع، لكن من فضلك يعني أنا لما بنتكلم عن شهادة الشهود أول ما بيخطر في بالي بطرس الرسول، يوحنا الرسول، بولس الرسول، وهؤلاء يعني من أعظم الشهود، ولكن تفضل المجال معك قسيس رضا. الحقيقة أنه في جملة مشهورة جدا بتقول آفة الحديث رواته، بمعنى ان احنا زمان كنا بنلعب لعبة كده، نقعد مع بعض نعمل دايرة وواحد يقول مثل او جملة او كلمة او فكرة او اسم او الى اخره، ونبدأ نتناقله مع بعض. في الغالب في الاخر كان بيطلع حاجة ملهاش علاقة باللي احنا قلناه خالص في الاول. فآفة الحديث رواته، احنا النهاردة الكتاب المقدس لم يأتي عن طريق فلان وفلان قال لفلان وفلان قال لفلان وفلان قال ابدا، احنا النهارده الكتاب المقدس اتى من شهاده شهود عيان. انا هقرا دلوقتي يوحنا الاولى اصحاح واحد الايات من واحد لثلاثه عشان بس نشوف الفكره، الانجيل وصل لنا ازاي؟ وصل لنا مش من رواه كثيرين، لكن وصل لنا من شهاده شهود عيان. رساله يوحنا الاولى الايات من واحد لثلاثه يقول الكتاب، تابع من فضلك معايا النص، الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم شركة معنا. النهاردة الشهود اللي بيشهدوا بيقدموا شهادتهم واللي وثقوا شهادتهم هي دي اللي احنا عايزين نتكلم عنها، مش رواة أحاديث، لا 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 لا. فالشهادة التاريخية بتقوم واحد على المستندات، اثنين على شهادة الشهود، ثلاثة على الأدلة. احنا اتكلمنا عن المستندات، لا يوجد كتاب أغنى من الكتاب المقدس في مستنداتي. احنا قلنا 24,633 نسخة، قلنا 9,000 نسخة من الترجمات القديمة لحد 325 مجمع نقي، قلنا كتير. لكن النهاردة تعالوا نتنقل إلى شهادة الشهود. شهادة الشهود، خلينا نحط بعض الـ 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 الحاجات للتلاميذ اللي شهد وكل اللي شهدوا خلال عبر التاريخ. واحد، شهادة الشهود الأقرب زمنيا. لما نحكي شهادة واحد، شهادتي عن أمر أنا شفته من أسبوع غير لما يكون من 7 شهور غير لما يكون من 7 سنين. وبالتالي شهادة التلاميذ اللي بيقول شهدناه رأيناه لمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، شهادة 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 عيان، مش شهادة رواة أحاديث. كانت الأقرب زمنية، كانوا عاشوا مع المسيح، عاشوا مع المسيح 3 سنين. كانت الأقرب جغرافيا. لما أحب مثلا أنا أدي شهادة عن ما حدث في سبتمبر 11، في 11 سبتمبر في عام 2001، وحصل في نيويورك البرجين بتوع التجارة، في ترى القريبين من المكان يقدروا يدوا شهادتهم، اللي شافوا الأمر في التلفزيون يقدروا يدوا شهادتهم، لكن كمان يمكن لو حد جوه المبنى وانقذ وخرج، دي شهادة واحد الأقرب جغرافيا. كمان عدد الشهود، عدد الكبير من الشهود، الرب يسوع، التلاميذ 11 واحد، والرسول بولس زي ما هنشوف كمان شوية 500 أخ ظهر لهم شخص الرب يسوع، النسوة اللي ظهر لهم عند القبر، تلميذي عمواس اللي مشي معاهم، وبالتالي الأماكن المختلفة كمان اللي الشهود دول تلامسوا فيها مع شخص الرب وسمعوا كلامه
وخصوصا ان الرب يسوع ما كانش بيقول الايه ولا الفكره ولا المثل مره، لكن بيقوله مره واثنين وثلاثه وبطرق مختلفه، وبالتالي الناس حفظت الكلام بتاعه. كمان حاجه مختلفه الاماكن المختلفه. الرب يسوع ما اتكلمش في مكان واحد عشان نقول ان دي المره الوحيده اللي اتكلم فيها والحكايه انتهت، لا، اتكلم في الجبل وفي السهل، اتكلم على البحر، اتكلم في العليه، اتكلم في اماكن كثيره. وبالتالي شهاده شهود وجدوا في اماكن مختلفه متنوعه، وبالتالي في اوقات وظروف متباينه. حابب اضيف شيء مهم جدا في شهاده الشهود، في شهاده التلاميذ وكتابتهم وتوثيقهم للعهد الجديد، انهم شهدوا في شهاده ناس معاصرين عاصروا شخص الرب يسوع في وجود معاصرين. أنا هقرأ كمان شوية من سفر الأعمال أصحاح 2 من الآية 22 في يوم 50. في يوم 50 كان في ناس معاصرين، 50 يوم يعني بعد قيامة شخص الرب يسوع وصعوده. بعد 50 يوم جاء الروح القدس في يوم 50. ظل الرب يسوع يظهر لتلاميذه 40 يوم، شافوه مدة كافية، وبعدين أتى الروح القدس في يوم 50، وقدم بطرس شهادته في يوم 50 قدام ناس معاصرين، يعني شهادة قدام ناس حضروا الأحداث دي. يعني لو ما كانتش الأحداث دي حصلت كانوا هيقولوا له أنت راجل كذاب ومنافق وبتقول حاجات من دماغك. بصوا فضلكم معايا، بطرس يقف يقول ابتداء من الآية 22 اللي بتطلع على الشاشة قدامنا، تابع من فضلك معايا النص في أعمال 2 من الآية 22، يقول لهم: أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم تعلمون. يقول هذا أخذتموه، سمع من فضلك لشهادة بطرس في شهادة أمام معاصرين، يقول لهم إيه؟ هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أثمة، صلبتموه وقتلتموه الذي أقامه الله ناقضا أوجاع الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. أنا مش هكمل النص بعد كده، بس أنا عايز أقول هو بيقدم شهادته على المسيح في وجود معاصرين، ناس عصروا الحكاية، ناس عصروا الأمر. وهو بيشهد بعد كده عن بيشهد قبل كده عن سفر يوئيل وعن المزامير، يقول هذا مقيل بيوئيل النبي حلول الروح القدس اللي حل على التلاميذ فتفقوا يتكلمون بألسنة، وكل واحد من الحضور كان بيسمعهم باللغة التي ولد فيها. خلي بالك من الكلام اللي أنا بقوله، بطرس لم يقدم شهادته في حتة مقفولة لحبايبه وأصدقائه والناس اللي تابعين للمسيح ويقفوا يقولوا عاش المسيح عاش المسيح، لا، ده بيقول لهم انتم شايفين وانتم عارفين وانتم بايدي اثمه صلبتموه وقتلتموه، هو ده اقام الله. شهاده شاهد شاف، وشهاده شهود شافوا وكانوا معاصرين. حابب اضيف حاجه ثانيه في شهاده بطرس من سفر الاعمال اصحاح 3 من الايه 13 الى الايه 17. بطرس في رواق سليمان في الهيكل، بعد ما الرب استخدم بطرس في شفاء الأعرج عند باب الجميل، والرب كان بيعمل المعجزات بأيدي الرسل، رسل المسيح لتثبيت الكلمة، بطرس أقام هذا الرجل الأعرج المعروف لدى كل الناس، والرجل فرح واتفق والجماهير اتلمت من كل مكان. شوف معايا الكتاب يقول إيه من أعمال 3 من الآية 13، بعد ما بطرس عمل معجزة إقامة الأعرج، يقول لنا: إله أبائنا مجد، مجد فتاه يسوع. أوكي، طيب، الظاهر أنه في عنا مشكلة في الصوت، خليني أنا بقراها، لما برجع الأسيس من فضلك خبروني. من آية 13: إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله آبائنا، مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم
وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو حاكم بإطلاقه. تفضل قسيس، أنا قرأت آية 13. بيقول ورئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك بالإيمان باسمه. شدد اسمه هذا الرجل اللي كان مقعد، هذا الذي تنظرونه وتعرفونه، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم. بيعطي شهادة عن المسيح، عن اللي حصل، عن الإنجيل اللي سجنه بعد كده الرسل. بيعطي شهادة أمام وجود معاصرين. عايز أضيف نقطة أخرى مهمة جدا في شهادة الشهود، مش بس شهادة شهود شافوا، ولا شهادة شهود كانوا معاصرين، ولا شهادة شهود كانوا جغرافيا موجودين معاه والفترة زمنية طويلة وشافوه في أماكن مختلفة متنوعة. لكن خلي بالك من النقطة الجاية، في وجود شهادة الرسل عن شخص الرب يسوع، عن اللي حصل معاه، عن اللي وصل لنا في الإنجيل، شهادة في وجود شهود معاصرين معاندين ورافضين وفي مكان سلطة. طبعا لما أتكلم أنا في يوم 50 لليهود عاديين غير لما أتكلم قدام مسؤولين ومعارضين دينيا. شوف من فضلك معايا سفر الأعمال أصحاح 4 الآيات من 5-7. بطرس واقف بيحاكم بيسأل أمام حنان رئيس الكهنة، يقول لنا وحدث في الغد أن رؤساءهم وشيوخهم وكتبتهم اجتمعوا في أورشليم مع حنان رئيس الكهنة وقيافة ويوحنا والإسكندر وجميع الذين كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة. خلي بالك معايا يقول لهم إيه بعد كده، يقول جعلوا يسألونهما، بيسألوا بطرس ويوحنا، بأية قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا؟ بص معايا في الآية 10 من نفس الجزء ده، يقول فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم، الذي أقامه الله من الأموات، بذاك وقف هذا صحيحا. ويقول لنا في الآية 12 ليس بأحد غيره الخلاص. لأنا عايز أقوله أن كان في معجزة حقيقية حدثت عند باب الجميل، هذا المفلوق قام أمام الكل وأكد بطرس أنه شخص الرب يسوع هو الذي أقامه، وبالتالي هذه شهادة شهود أمام معاصرين وأمام شهود عيان في موضع السلطة، في موضع السلطة. حاجتين ثلاثة عايز أضيفهم. يعني بحب أكمل بآية 16، يمكن أكيد أنت بدك كنت كمان تقراها، قائلين ماذا نفعل، هون الرؤساء اليهود، ماذا نفعل بهذين الرجلين؟ لأنه ظاهر لجميع سكان أورشليم أن آية معلومة قد جرت بأيديهما ولا نقدر أن ننكر، ولكن لئلا تشيع أكثر في الشعب لنهددهما تهديدا أن لا يكلما أحدا. يعني إذا بتتكلم على أحداث القصة، مفلوج واحد مقعد له 40 سنة، يعني أكيد الرب يسوع حتى مر من نفس المكان من نفس البوابة، ومعروف للرؤساء ومعروف لليهود بسبب الأعياد والدخول والخروج من نفس البوابة، وبعدين معجزة حدثت أمام الجميع ولم ينكروا المعجزة، بل بالعكس، يعني طب شو نعمل في ورطة؟ يعني الورطة إنه زي العازر، يعني ماذا نفعل إن تركناه يؤمن هكذا يؤمن الجميع به؟ ونفس الشيء هون بنفس الأسلوب بنفس الطريق، شو نعمل؟ إحنا في ورطة. يعني أنا بعتبرها إنه طريقة وأسلوب الكلام هي من أجمل الإثباتات لصحة الكتاب المقدس، ألا تتفق معي قسيس؟ بص الآية 18 يا قسيس نزار، بص الآية 18 يقول فدعوهما وأوصوهما أن لا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع. يعني المعجزة حصلت والناس شافوا وهم مدركين وهم في ورطة مش عارفين يعملوا إيه أمام المعجزة التي تمت باسم الرب يسوع. وبعدين في الآية 20
من نفس الأصحاح أعمال 24 يقول بطرس ويوحنا لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. حلو. يعني شهادة شهود في حدث أمام الناس، والرؤساء والمسؤولين بيحكموهم، والرؤساء والمسؤولين في ورطة، وعدد والمسؤولين يعني حاجة ضخمة جدا، حنان رئيس الكهنة وقيافة، وكانوا الاثنين تقريبا يعني واحد فيهم كومبارس والتاني حقيقي، لكن الاثنين في موضع القوة، ويوحنا والإسكندر وجميع اللي كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة أسيس مذكورين في كتابات المؤرخ يوسيفوس عن عائلة حنان، وموجود كمان في التلمود، وكيف انه يعني ويل لبيت حنان الى اخره، كيف يعني بيوصفوا هذا البيت، وحتى الحفيد اللي هو الاسكندر الصغير، يعني كل عائلة كانت مافيا، خليني سوري يعني في التعبير، مذكورة حتى مؤكدة من المؤرخ يوسيفوس. نفس الشيء لما ذكرت عن الهيكل، خراب ودمار الهيكل، مش بس إنه الكتاب المقدس بأكد، لكن شوف التفاصيل الموجودة في الوثائق اليهودية، كيف إنه حتى الحجارة قشطوا الذهب منها اللي بناها هيرودس الكبير، موجودة في الوثائق الرومانية. اليوم الحفريات لما بتشوف مدينة داود تحت الأرض، بتشوف قناة حزقية، بتشوف الحائط المأسك اللي هو جبل المريا كيف تبنى، حجارة وزنها 200 و300 طن، بتشوفها اليوم في الأنفاق القديمة، يعني ما فيك تنكر يعني الحجارة تتكلم، مثل ما أنت ابتديت في البرنامج. آسف قسيس، أنا تحمست لأنه هاي عم بشوفها في عيني، أنا في عيني في البلاد عندنا. أسيس نزار، المهم إن هم هددوا بطرس ويوحنا. أيوة. طبعا. لكن النتيجة هو الآية 33 من أصحاح 4، يقول لنا في أعمال أصحاح 4 الآية 33 يقول لنا هذه الكلمات، شوف الشيء العجيب، وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. نشكر الرب. في شيء أو حاجتين ثلاثة تاني عايز أقولها في شهادة الشهود يا أسيس نزار. فضل. كانت شهادة مكلفة. أكيد. كانت شهادة موثقة. صح. مكلفة، كلفتهم حياتهم، كل الرسل ما عدا يوحنا كلهم ماتوا، دفعوا حياتهم ثمن لهذه الشهادة. كانت شهادة موثقة ومنشورة، كتبوا البشائر الأربعة وأعمال الرسل. كمان يوحنا نفي والرسائل كلها. نعم. كمان يوحنا نفي إلى جزيرة بطرس. تمام. ولما كتب سفر بطرس. الرؤيا إنه كان بسبب كلمة الله والشهادة يسوع. الله. نعم. طبعا بسبب الشهادة لشخص الرب يسوع. كانت شهادة موثقة، يعني كتبوا البشائر وكتبوا الرسائل وهو إلى آخره، مش بس شافوا وبس واتكلوا على الله ومشوا واتقتلوا، لكن نشكر ربنا لأنهم ما رأوا بأم عيونهم وعاصروه ولمسوه وشاهدوه، في وجود شهود وفي وجود شهود معاصرين وفي شهود معاندين وفي وجود شهود في موقف القوة والسلطة، قدموا هذه الشهادة وهم يهود أتقياء، لم يطعن أحد في أخلاقيات تلاميذ المسيح، قدموها، اسمع من فضلك كل مشاهدة ومشاهد، قدموها تحت سلطة الوصية التي تقول، الوصية التاسعة، لا تشهد شهادة زور. الوصية التاسعة تؤكد هذا، وهم لأنهم الرب يسوع بيقول ما جئت لأنقذ بل لأتمم، لذلك هم تحت الوصية التاسعة قدموا شهادتهم بالفعل. كم نشكر الرب لأجل هذه الشهادة، لأجل شهادة العيان التي شهد بها التلاميذ الذين عاصروا وشاهدوا وعاشوا مع المسيح 3 سنين وقدموا وشافوه في أماكن كثيرة وسمعوا كلماته بصورة واضحة جدا جدا،
وهو بيقول لهم ما كلمتكم به في الأذان ندوه من فوق السطوح. وبالفعل وصلت رسالة المسيح للعالم أجمع، وسمعوا كلمات المسيح وهو بيقول لهم. وأنا بقول للكنيسة النهاردة يا ريت النهاردة الرب يزورنا وإحنا نستمع لكلمات الإرسالية العظمى، وهو بيقول دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. يقول لنا الكتاب في نهاية مرقس يقول لنا وأما هم، يا سلام أشكرك يا رب، فخرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة، بالمعجزات التابعة. فالإنجيل دليله ليس في أنه كلام جميل كشعر أشواق لجميل الصوت، ولا لأنه شاعر، ولا لأنه نثر، ولا لأنه مقنع، لكن بالدليل بما يفعله، والرب يثبت الكلام بالآيات التابعة. قسيس كمان يعني خليني بس هيك بسرعة لأنه حابب نفوت على شاول الطرسوسي، لكن الرسول بطرس قال لأننا لم نتبع خرافات مصنعة، وبنفس الإصحاح في آية 19 على ما أعتقد بحاول أقتبسها، وعندنا الكامل الكلمة النبوية وهي أثبت، يعني مش بس بيتكلم عن شهادة شهود عيان شاف مجد المسيح على الجبل المقدس جبل التجلي، وعم ببرهنها بالكلمة إنه عندنا الكلمة، وبعدين بيختم فيها بقول كتبها أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. فاحنا نتكلم على ناس دفعت ثمن شهادتها، يعني مش مجرد كلام، لأننا لسنا كالباقين غشين كلمة الرب كما قال الرسول بولس. لكن أنا حابب يعني في الدقائق اللي أمامنا نحكي عن شاول. ليه أنا حابب أنك تكلمنا أسيس عن شاول أو بولس الرسول؟ لأنه كتير ناس عم بتهاجم كأنه شاول هو اللي أسس الديانة المسيحية. شو رأيك قسيس رضا؟ شهادة شاول الحقيقة، شهادة شاول الطرسوسي عن شخص الرب يسوع وعن الكتب المقدسة، شهادة يعتد بها لعدة أسباب. لأنها تأتي من إرهاب، أخذ وصية وأخذ تصريح وأخذ رخصة عشان يوسع الاضطهاد بتاعه لجماعة الرب يسوع للمؤمنين بالمسيح من أورشليم إلى دمشق حوالي 240 كيلو. واخد وصية عشان يروح مش بس يضطهد اللي في أورشليم أو اللي في إسرائيل، لكن كمان عشان يروح لدمشق يضطهد 240 كيلو بعيد عن دمشق، دي شغلانة كبيرة. فهو إرهابي، شهادة إرهابي، جاء إلى دمشق إرهابي وخرج منها رسولا للمسيح. لاحظ ان شهادة الارهابي ده هو شهادة شاول الطرسوسي اللي اصبح بولس الرسول، نال ارقى تعليم، تخرج في جامعة طرسوس، روماني، عنده الجنسية الرومانية، زي دلوقتي ما نقول لك انا عندي الباسبور الاخضر الامريكاني، انا شخصيا بعتز بالباسبور المصري. أمين. نشكر ربنا من اجل مصريتي، انا مصري وبحب مصر، لكن كان بولس روماني ولد فيها، غيره بيشتريها بفلوس لكن هو ولد فيها، إسرائيلي يعني من شعب إسرائيل، فريسي مدقق، عبراني يعني يتحدث اللغة العبرانية، صاحب علاقات بالسلطة العليا، مضطهد الكنيسة، كان حارس لثياب الذين رجموا استفانوس أول شهيد للمسيحيين. هنا نلاقي شهادته بدأت بإيه؟ وهو رايح من أورشليم إلى دمشق عشان يضطهد المسيحيين، عشان يقتل المسيحيين، عشان يقيد المسيحيين، التقى بالرب وهو في الطريق وناداله بالعبرانية شاول شاول لماذا تضطهدني، وصار حوار بينه وبينه، من أنت يا سيد؟ أنا يسوع الذي أنت تضطهد، صعب عليك أن ترفص مناخس. وظل ثلاثة أيام لا يبصر. وحاجة عجيبة حصلت يا سيس نزار، حصل انه هو شاف رؤيا رجل اسمه حنانية سيأتي اليه لكي يقول له ماذا يفعل، وحنانية في نفس الوقت شاف رؤيا الرب كلمه فيها ان يذهب الى شاول الطرسوسي، وذهب الى الزقاق الذي يقال له المستقيم. وعايز اقول لحضرتك
وحضرتك دارس وعارف وعندك دكتوراه في الكريستيان أركيولوجي في علم الحفريات، أنه أقدم شارع موجود مأهول بالسكان حتى اليوم هو الزقاق المستقيم. الزقاق أقدم مدينة شارع مأهول هو النهاردة، هو النهاردة الزقاق المستقيم. وبالتالي يروح له حنانية ويبصر وتتحقق الرؤية. وللوقت يقول لنا الكتاب جعل يكرز في المجامع أن هذا هو ابن الله. شهادة هذا الإرهابي اللي الرب غيره شهد أمام رؤساء الكهنة، أمام فيليكس، أمام فاستوس، أمام الملك أغريباس، قام بثلاث رحلات تبشيرية، شهد إذن أمام رؤساء معاندين رافضين في موضع السلطة وهو يحاكم، وكلفته هذه الشهادة الكثير. يقول لنا الكتاب في كورنثوس الثانية خمسة، يقول لنا خمس مرات، يقول ثلاث مرات ضرب بالعصي، مرة رجم، ثلاث مرات انكسرت به السفينة، سجن مرار كثيرة، أخطار من لصوص، أخطار من إخوة كذبة إلى آخره، واستشهد في عام 67 ميلادية، عاصر الرب يسوع، مات سنة 67 ميلادية بسيف نيرون وكان عنده 63 سنة، وعاصر رسل المسيح. شهادة شاول الطرسوس الإرهابي الذي اضطهد كنيسة الله بإفراط سجلها وكتب 13 رسالة في العهد الجديد بإرشاد الروح القدس، ويقول بولس: سلمت إليكم ما تسلمته من الرب يسوع، فما تسلموا من الرب يسوع قدموا للكنيسة، ولم يكتب كلمة واحدة من عندياته، بل يقول لما أرسل الرسائل قبلتموها لا ككلمة أناس بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. أشكر الله من أجل شهادة الشهود ومن أجل شهادة هذا الإرهابي الذي الإيمان لقاءه المباشر مع شخص الرب يسوع. أنا حابب أقول حاجة بسيطة أسيس نزار، لا يزال الرب يسوع يظهر لكثيرين بطرق معجزية لكي يثبت نفسه. وأنا عايز أقول لكل مشاهد عنده شك ونفسه يتعرف على المسيح، قل للرب يا رب اظهر ذاتك ليا، والرب قادر أن يتعامل معك بالفعل. قسيس رضا، طبعا في أمامنا هيك دقائق صغيرة مش كتير، وسمعنا يمكن اللي شاهدنا في الحلقات الماضية، وأنا بعترف إنه هذا يتطلب إلى حلقات أكثر حتى نعالج كل موضوع على حدا، ولكن كانت مذاق جميل والتعليم كتير كتير حلو، وتكلمت عن المستندات وعن البراهين والقانون والأدلة العلمية والعملية والشهادة الشهود. لكن بالختام ولو بدقيقتين أسيس، طيب أنا اللي بشاهد شو ممكن أستفيد، كيف أنتفع من كلمة الله، إيه البركة اللي أنا ممكن أخدها من خلال إيماني بكلمة الله بالكتاب المقدس؟ أنا عايز أقول عدة أمور سريعة. اقرأ كلمة الله، لأنه مكتوب فتح كلامك ينير يعقل الجهال. تأمل في هذه الكلمة. يقول المرنم في سفر المزامير، يقول ناموس الرب كامل يرد نفس، شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيمة. خذ وقت مع كلمة ربنا في كل يوم. الرب يسوع كان بيصرف مع الآب وقت، عشان كده عايز أقول لك اقرأ كلمة الله بانتظام، اقرأها بتعبد، تأمل في الكلمة، اسأل نفسك إيه اللي موجود، إيه اللي مكتوب، ادرس الكلمة، احفظ الكلمة، طبق الكلمة، اقرأ، تأمل، ادرس، احفظ، طبق الكلمة. لا تكونوا سامعين ناسين خادعين نفوسكم، بل سامعين عاملين بالكلمة. يقول لنا الكتاب كان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي، فقبلوا الكلمة بكل نشاط، فاحصين، يعني بيدرسوا، فاحصين الكتب كل يوم. هل هذه الأمور هكذا؟ أنا حابب أقول كلمة الله تستطيع أن تغير حياتك أكيد. إن آمنت بهذه الكلمة وطلبت من الرب يسوع أن يفعل هذا فيك.
قسيس رضا، يعني ما في كلمات أعبر. أنا عارف أنه اضطريت تختصر لسبب يعني الوقت أزف، ولكن صلاة أنه الرب يباركك ويبارك خدمتك ويبارك حياتك وأسرتك، وفعلا تكون صوت وبوق للحق ونور ومشعل اللي بتنير وتضيء كل من حولك. وأنا بشكر رب من أجلك ومن أجل خدمتك ومن أجل تأثيرك على أجيال أجيال، مع أنه بعدك شاب صغير. شكرا كتير كتير قسيس، وربنا يباركك. أشكرك قسيس نزار أني أخدم ربنا إلى جوارك، في ليكن نور مع نور لجميعنا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. تعرفوا أحبائي، يعني في رؤيا يوحنا، طوبة للذين يقرؤون ويسمع ويحفظ كلمة الرب. لكن عاوز أقول شيء مهم جدا. الرسول بولس في كلمته أو في رسالته لكنيسة كولوس الإصحاح الثالث قال: لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح. لكن عاوز أقول شيء تاني، إنه كان المسيح حريص إنه يشرح من الكتاب المقدس الكامل اللي هو التوراة، تورات نفئيم كتوفيم، يعني التوراة أسفار موسى الخمسة، ونفئيم أي الأنبياء والنبوات، كتوفيم الكتابات سواء الأسفار الشعرية والأسفار الأخرى. كان بيشرح، ولكن مش بس كان بيشرح، مكتوب يعني فتح عينيهم، وبعدين للتلاميذ فتح عينين تلميذي عمواس، وبعدين لما ظهر للتلاميذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. يمكن انت امام كتاب كبير وعم تسأل طيب كيف ممكن ادرس واحفظ واتأمل واطبق الكتاب المقدس؟ صليها، قل له يا رب المسني بكلمتك، افتح عيني، اكشف عن عيني حتى ارى عجائب من شريعتك، افتح ذهني مستنيرة عيون أذهانكم، عيون الروحية افتحها حتى أفهم كلمتك وأطبقها على حياتي. مولودين بكلمة الحق. بصلي أنه كلمة الرب تلمسك اليوم، والرب يباركك.